ilbaxnimo iyo xadaara ma aha sida dadka qaar ay sameeyaan ee waxyaalaha marka laga xishoodo afka ay ku balaariyaan iyagoo marka meel umadu marka waxa ay ka arkayso ama ay ka maqlayso marka jooga bal qofka haduu maal dhaqo oo maal uu ururiyo oo ka dhinta maal xalaala oo laga dhaxlo ubad ka dhaxlay ee maalkiisii dhaxlay xasanaad يا ترى أي حق يسمرك هيسقى ونقنيسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ودرس جيني أما حلقات كيني كصاب سنة دعدوين راد ريبي وين الصوغ هذا نتبان حلقة دوت حلقة دنا أي تهاي درس جيني كوبي يتبنات وحمات أي نقاط دونا قصة كوبا وكصاب سنة بيد إله سبحانه وتعالى متكمدة. قصداسي ما ها قصة قرآن كريم كا قصة أرورتي هساعة وقصة نبي محمد عليه الصلاة والسلام أفكي سي إلهي سبحانه وتعالى وحوي وقصة صاري أفكي إلهي وأماني ولي وما ينتوى عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبي قاس أين دوننا ماتين وحوغا كلمة هذا أين كان رانو ورد عدى الله ياب الله كان عدى أين سلتاقنا ونبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام سليمان بن داود ونبي داود مركا إنا كيسي ونبي كم ذا أنبياء ذي رهاب بنو إسرائيل ونبي كم ذا أنبياء ذي نبي الله موسى عليه السلام مركا كدن بيهي إلهي سبحانه وتعالى قراها كريم كاوك قوة رمي ونبي إلهي وجمعيي بين النبوة والملك إلهي وحسي مركا نبينا إلهي واكرنقاي بقرنا إلهي سبحانه وتعالى واكيال وحي إلهي سقود داري لبدا أرموت إيه مركا وحي شيء مركا الدينة وقفك وقاره أما درجة ده مركان دي دينته وكر رئيسين أي تاي درجة النبوة الدنيا ده قفك بيش وكقاره وكر رئيسا وأن يكون ملكا إنه بغر نقضه بغر خاصة هو سيمان أيان رعية دي يوم الدين تي دي كالها دي تدد أقوان له يا دي تدد أقالها يستيا دي تدد مركا مسكح بضنب نبي الله سليمان عليه السلام وحيا لا إلهي كوار السقي وحكم ذا إن إلهي وبرى مركا منطقة طير لقضها مركا وحوية شمبرة لقضها الشمبرة كل يوم ما هي حتى حيوان ذاك إلهي سبحانه وتعالى وبرى وسورة النمل وركي ذا ينو هينا إنه حتى قرآن شذا نبي الله سليمان عليه السلام والسلام والشقاب كي وهذا ليسو يهذا الكيد مركا وقرنشر وكور رمي قرآن شو ومركو نبي الله سليمان وصامر دوح دوح يذا كم ذا وقرآن شو مركا يكبو يحدام وقرآن شو يادو دقنت هاي قرآن شذا يسو باقضي نبي الله سليمان عليه السلام وكقصلي هذا الكي مركا يسو شيقي سمركا وكله اللي عديه نبي الله سليمان والنبي إلهي سبحانه وتعالى إنه قوى الرمي إنه أهان نبي عبادة دي سيادة يفر بضان تهي عبادة صغارهان صلاة يصامك سي نبي إنه شيقي عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله سليمان كان يصوم يوما ويفطر يوما ماني هو سومي شري مالنا وافر شري وحكوا نبي قولي عليه الصلاة والسلام نبي الله سليمان هميها كالبربو كعي شري وقيبنا واسيحا شري مركز صدنا وحقو كعي شري السوق هبينك مركز ثلثي كعاية هذا السودسكي أيو كعج معنا لح ساعة دولو دو وهبينك كم ذا أيا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وعبادي سن شري وحن نبي الله سليمان نبي قو كتل ممي عليه الصلاة والسلام إنو أها نبي آن عرارين مركز دولان إيه جهاد مركز لقو شرين إنان عراري شرين ونبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ونبي إله القرآن الكريم كائن بدن إنه قوّر همي سنة النبي قنا عليه الصلاة والسلام دعوين لكل مي أين بدن أي قصة أرورين ورسولك عليه الصلاة والسلام سمع البخاري مسمى ورني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحن بيقول واحد نبي الله سليمان عليه السلام أيها بين هبنا ذا كم ذا استقوا هذا الله خدابة يا ملا هذا لا يعدو حوري لا ضوف أن الليلة بمئة امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله عاوحن أرك دونا أن الله كل مدونا ومعنى إنه أمرك وحي أتق دونا سنكو حاسك سوقو تقو بقول دمارة ومدو وليبا أيد عدا مركا جيق أيد عدا شمركا مدو وليبا إنان لن يرأى وإلهي سبحانه وتعالى دريقي سمركا ودقالما وحن نبي قولي عليه الصلاة والسلام وحا أكتشوغ ملك إلهي ملايكتي سكمدة مركاستان ملكي وحا وكولي قول إن شاء الله إن شاء الله ده مركاستان نبي الله سليمان إن شاء الله مو أوران وحا ويري نبي الله سليمان عليه السلام ومركا وإلا وينو هذا الكام مركا ويلا هذا هاو شيء ومركا كل عارتين وقبانا أيو قبتي كذب نو حد عذيبا نبي قولي عليه الصلاة والسلام وين كي بغلك آها أي أساركين أما سقاري يساقاشن كاي أساركين بيدينا مركا كمي أوريسان هدي لقيت تيجوا ميت بمركا كأو رئيسة تي بمعنى كل جود ما يوضع رئيسا هوينا إياه كأو رئيسة تي تاسنا إلمان لما يسهين أيد الشبان يقولي عليه الصلاة والسلام هذه الحادثة أما هذه الواقعة لعذاها
نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كسو أرورتي يا رسولك عليه الصلاة والسلام إنه غور رمي المدوه أكو أمرك أحد كتبت أمرك أحاديث الصحيح أمرك لقو رويي يسعي البخاري يسعي مسلمك محينو كفا إذي سنينا أما محينو كقعدنا إنا محاك الدوغن عبراء محاك الدوغن أمرك فوائدة وعنو كقعدنا إنا أمرك كواد أبادكو ومن نعم الله تبارك وتعالى إلهي أبن نعمك وبحيو أي أمرك إكمدين dadka saalixiintina waa dalbaan oo waa doonaan oo jecel yihiin dadka aan saalixiinta ahaynina waa jecel yihiin laakiin way kala duwan tahay sida ay u doonayaan dadka aan saalixiinta ahayn iyo dadka saalixiinta ubadka ay doonayaan caynki u doonayaan ba marka kala duwan dadka saalixiinta markay ubadka raadinayaan ay ubadka baadi doonayaan waa ubad ku quma ilaahay subhanahu wa ta'ala daacadkiisa waa ubad ku quma ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa waa ubad haday yihiin culimo يهديهن مركا أنبيو أي جعليهن مركا إني الدين تأي كريبان سي نبي الله زكريا ولها ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين إلهي سبحانه وتعالى يبري نبي الله زكريا عليه السلام استغو إلهي كبر ياي إنانو مركا سيدا مركا وحويان أدوية ذاك قبحين وقبلا آنو أهان بلا أبادة بل إلهي سبحانه وتعالى وحوي ديست مركا أو إلما إنو سيو إلمهين إلهي واكا أقبلي وإلهي سبحانه وتعالى واسي هل كدتك كريان صالحين تأهيني وبدك وحي الدونان inay ku faanaan ana ka ubad badan ana ka cayn kana ana sidana in dadka ugu faanaan ayaa baadi doonkoodu hasa ahaatee qofka muuminka isagoo bedelaadintu waxay ubad kari markaa inuu isna qof noqdo ilaahay adeeco ilaahay caabuda ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay isna xasanaad iyo ajar uu kaga helo ilaahay agtiisa way nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay noo sheegay waxyaalaha xasanaadka qofka ilaahay ku siyaadiyo ee isagoo dhintay markaa ilaahay uu qoray inay ka mid tahay awladin saalixin yadcu lahu sidoo kale waxaanu ka qaadanaynaa nabiyullaahi suleyman alayhi salaam waxa qalbigiisa ku weynaa ilaahi subxaanahu wa ta'ala cibaadadiisa gaar ahaan waxa ku weynaa aljihaadu fi sabiilillaah sida daraadeed imaam al-bukhari sahiixsa waxa uu baabaystay markuu xadiidkan markaa uu ka warramayay ama xadiidkan markuu waxa weeyaan ku keenay sahiixiisa meelo kala duwan buu sheekhu ku keenay waxa uu baabaystay baabu dalabil waladi liljihaadi fi sabiilillaah ilmaha oo loo dalbo ilaahay loo weydiisto ilaahay looga baryo oo asbaabta ilmuhu ku dhalanayo loola yimaado iyadoo maqsuudku uu yahay inuu ilmahaasi jihaad u oogo oo dagaal iyo markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye dariiqiisa u dagaalamo qofkaasoo markaa la yimaada dadacaadka kalena markaas waa la mid baarakallahu fiikum waxyaalaha qisadan aynu ka qaadanay ama dhacdadan aynu ka qaadanay waxaa ka mid ah tacaddud zawjaat haweenka markaa faraha badan oo la guursadaa inay xataa ambiyadii hore sharaa'icdooda markaas ay ka mid ahayd ولو عدد كمان توحى ويا شريعة دنا يقولش هاي إنك وجورسنا كرا مسلم كأي تاي أفر دمارة هساعة الشريعة دنا نبي الله دا نبي الله داود عليه نبي الله سليمان عليه السلام وهاي استي والتوراة أيا وحى يقول إن مركان إنك هو فر بدن إنه جورسدو وده بقول دمران أرك دونا بقول كاد دمارة مد ولا بعيد دشوا إلما إله سبحانه هو ترى دريب السمر كود تعلم وعكلوا علم دق على يده هذا وحلاج يابا إن قاركودنا حرارة هاين قاركودنا مركا الدوم هاين waxa kale oo laga qaadanayaa awoodda ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu siiyo ambiyadiisa qaar ka mid ah waxaad qiyaasi kartaa uu dareemi karaa qofku boqol dumar habeen qura inuu u wada tagaa bale in ka yar inuu u tagaa inay runtii adag tahay oo aad iyo aad ay u adag tahay oo basharka maanta adduunyada jooga aanay markaa waxay suurtagal aanay ka ahayn ilaa sidee naadara oo markaa waxay naadara luquuca mooyaane si maanaan suurtagal si markaa aad u yar mooyaane haseetee aqlabiyadda ummadda inaanay suurtagal ka ahayn hasaatee nabiyullaahi suleyman calayhi salaatu wasalaam sidaasuu yidhi وهي إلهي أنبيدي سوح سيئة أود تذكر لمرك آنو السين ولذلك يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحي الصحابة أرجل الساء أنا سأوكالي وعن كل شيء كيسان شرني نبي الله محمد إن إلهي كو أرساقي وسيئة قوة 30 رجل صدو نين أود دو دوكالي إن إلهي سبحانه وتعالى وسيئة مركا دو واحد عيك رتا نبي الله سليمان أن أود انتا لك أما أود انتا كدو إن إلهي سبحانه وتعالى وسيئة وعاك لينو كقادان إنا وينو كقادان إنا مركا دعددان قفك مركا رير كيسة la mucaamaloonaayo mucaamalada markuu leeyahay inay fiican tahay inuu qasdigiisu qasdu markaa taqarrub uu yahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala daraadi xasanaad iyo ajar markaa kaga hel uu yahay dadka bini aadanku waa kala duwan yihiin dadka saalixiintii waxyaalaha mubaaxaadka ee xalaasha ah ilaahay inuu baneeyey ayna ay cibaadada aan ahayn ayay niyadu taqarrub ula yimaadaan iyagoo ajar ku baadi doonaaya halka dadka aan fiicnayni ee had iyo jeer salaax uu ku yar yahayna cibaadada niyadu dalab dunida ayuu la yimaadaan cala sabiil mithaal qofka muraa'iga ee istuska ee had iyo jeer cibaadada uu qabanayo dadka isku tusaya salaad hadday tahay hadday qur-aan akhriyayo ay tahay hadday soom tahay hadday jihaad tahay hadday sadaqa tahay waxaasoo dhami waa tijaaratul aakhira
marka qofka iimaankiisu daciifka u yahay tijaratu al-akhirah ayu soo naqliya wuxuu soo naqliya tijaratu ad-dunya ganacsi ad-dunya inuu ka dhigo markaas wuxuu ku baadi doonaa salaadi dadku inay ku sharfaan ay ku maamusaan wuxuu ku doonaa soomki sidoo kale dadku inay ku sharfaan wuxuu ku doonaa cilmigi inay dadku ku sharfaan wuxuu ku doonaa sadaqadi inuu dadka magac ku agyeesho taasina waa khalad oo sheegi cibaadada ahaa حسنات ياجر قفكي مركا كهلي مايا وحنغونا يا مراي كو أجر وايي لغا يبا دنبي يا مركا إثمانين وكزيات ساعت قفكي صالحة أسجادي مركا أهيد مركا أهيد مركا مباحات كهيد الدنيا ويقى أهيد أي نيد أهان مركا أنييني أن تقرب أهان إي عبادة مركا إني أولي مادان وسين قونا إسا على سيل مثال قفكي وحا وسمين يا مركا جماعية قلما أيو سمين يا رير كيسي ولم الله سمين أيو سيقون نيدي سايتاي إنو كل دور سونادو سيقون نيدي سايتاي inu marka ubad marka ilaahay diidsa u dagaalamo oo jihada oo shariicada faafiya inuu helo isagoo niyadiisu ay tahay waxyaala marka farabadan oo taqaruba waxa la inuu wax cuno inuu cuntada u cuno u qadeeyo u casheeyo u quraacdo ad ilaahay subxaanahu wa ta'ala ciibadiisa awood u yeelad inuu u suxuurto ama u afuro ilaahay subxaanahu wa ta'ala ciibadiisa marka aad karti inuu mariyo u yibsado mariyo ma ciibada aad ku tukatid salaad aad ku ciibadeysatid inuu waxa waxyaalaha noocaas ah mubaaxadka bal inuu u seexdo habeenkii hore uu seexdo si uu salaada ugu kaco oo salaada subax marka aanu uga seexan ama salaatu leesha ugu kaco marka waxay ku kala duwan dadka iimaankoodu qawiga yahay iyo dadka marka iimaankoodu daciifka u yahay qofkii marka iimaankiisu daciifka ah tijaaradii ama muuri aakhiri loogu marka ahayd inuu aakhiro u dhigto oo aakhiro marka waxa weeyaan marka uu la yimaado inuu aakhiro xasanaad iyo ajar uu ka helo ayuu ifka u soo naqlinaya ifka u soo raraya qofkii muuminka ah iimaankiisu qawiga ahaana wuxuu raraya marka umuuri marka mubaaxadka ahaa ayuu aakhiro marka taqarrub u la imanaya aakhiro marka uu naqlinaya waxa marka taas ay tahay in qofku taas u saa uu ogaado waxa kale marka mudan haduu qofku cilmi leeyahay oo qof marku cilmi leeyahay iyo marku caami yahay oo kala duwan yahay haduu cilmi leeyahay waxyaala fara badan oo iska marka mubaaxada ayuu la imanaya isagoo niyadiisa ugala jeeda marka khayr aad ku gaadhid ama wasiilo marka khayr ha u noqdo hasaata haduu caami yahay waxa walaga inaanu ogeynba in waxan xasanaad iyo ajar marka waxay laga doono إلا نبي محمد ولي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة مذكين مركا قلمدا وسمايو أجر إيه حسنات وكهلية إلا رسولك ولي عليه الصلاة والسلام مذكين راشنك وصيه حاس كيسة نفقد وصيه يؤبد كيسة وحاو كهلية يا نبي ولي عليه الصلاة والسلام أجر إيه حسنات بل قف قهدو مال دقو ومال وروريو أو كرن تمال حلالة أو لقد نحلو أبد كار نحلي أو مال كيسي نحلي حسنات يا أجر إيه حقيسة مركا إساق وغنقون إيسا waxa kale inuu ka qaadanna qofka inay u banaan tahay waxa danigiisa ku qaalibka mustaqbalka inuu sameynayo inuu ka warrami karo tusaale ahaan inaad odhan karta halkaasaan tegaya ama qabanaya ama sidaasaan sameynaya wey nabiyullaahi salaam wuxuu ka warramay camal uu qabanayo oo waxa weeyaan bacnaa wuxuu u arkay marka inuu awoodo ayuu ka warramay marka qofku inuu camalka noocaas marka uu ka warramo sidoo kale camalka inuu qabanayo inuu ku dhaarto oo yidhaahdo wallaahi camalkaasaan qabanayaa inaanay wax dhibaata marka aan la'aanay lahayn saata waxa mudan inuu marka waxay camalka uu qabin mashiicatullah uu raaciyo oo insha allah uu yidhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu doono camalka waan qaban doonaa oo mashiicada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xidho oo markuu dhaartay ee camalkii marka uu doonay inuu marka uu sameeyo hadduu marka aanu dhaaran oo yidhaahdo marka camalka waan qabanaya insha allah waxayda wax dhibaata mal hadduu laakiin dhaarto insha allah aanu odhan camalkii qaban waayo kafaaratul yamiin ayaa imanaysa meeshii waxaa kale inuu ka qaadanayna aadaabta dadka saalixiinta waxaa ka mid a iyo akhlaaqiyaadkooda arrimaha laga xishoodo inay asturaan oo iminka nabiyullaahi sulaymaan wuxuu ila aduufanna leylata caawa waxaan ku wareegi doonaa isagoo hadda galmo ugala jeeda haddana wuu asturay hadalkii walidaalak ayaa ilbaxnimo iyo xadaaro ma aha sida dadka qaar ay sameeyaan ee waxyaalaha markaa laga xishoodo afka ay ku ballaadhiyaan iyagoo markaa meel ummaddu markaa waxay ay ka arkaysa ama ay ka maqlayso markaa jooga walidaalak ayaa kinaayaad waxyaalaha dadku ay ka xishoodaan in la asturo si asturan marka waxa weeyaan loo isticmaalo ayaa haboon ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaynu ka baryaynaa in rabbi tawfiiqda uu ina waafajiyo xalqadeeni 12aada maanta insha allahu tacaala inaha ayaynu kusoo gabagabagabagabagabaynaynaa wasala allahu calaa rasuulillahi wacala alihi wasaxbihi wasalam. واو اسبيلكي سو فيعي صاحبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد تم بعد كوش بنكرتها